أولا شكر هذه الجمعية على تقديم هذا اليوم الدراسي اللي جاء في وقت خاص هام نظرا لما تعيشه هذه شعبة الزيتون في الآونة الأخيرة وخاصة في هذا العام وين عندنا 90% من المنتوجات نتاعنا تعتمد على المياه المطرية. وشفت العام هذا يعني كاين جفاف شح الأمطار بزاف مأثر ذلك على المردود والمردودية، ولكن اليوم الدراسي تاعو تم مليح كيفية التكيف مع المناخ اللي راه نعيشوه، باسكو الشعبة هذه شعبة عارقة ستساهم كثيرا في الاقتصاد الوطني. تنظم جمعية سهل الأصنام آفاق 3000 يوم دراسي حول شعبة الزيتون تحت عنوان بين التقليد والعصرنة. أبت الجمعية أن تربط اليوم الدراسي بمعرض خاص لبعض الفلاحين بطريقة عشوائية، يعني كنا عرضنا بعض الفلاحين يجوا لأنه هما اللي راح يكونوا حاضرين داخل في الـ في الـ في الـ في, الـ في اليوم، وهو والقاعة هذا يعني التدخلات تاع الخبراء هي عبارة على امتداد للمعرض.